بكاء كريستيانو رونالدو بعد الخروج من كأس العالم، أحد المعجبين مع رونالدو بعد المباراة. لا كرواتيا ولا بلجيكا ولا إسبانيا ولا حتى البرتغال استطاعوا تسجيل هدف واحد في مرمى المغرب. أول مدرب عربي إفريقي يصل لنصف نهائي كأس العالم وليد الركراكي. حسرة كريستيانو رونالدو بعد الخروج من كأس العالم، والمتألق سفيان بوفال يحتفل مع والدته في الملعب، وياسين بونو يحصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة البرتغال والمغرب. لاعب المنتخب المغربي يقبل رأس بيبي بعد تضييعه فرصة محققة في الوقت القاتل. بيبي غاضب بعد المباراة وقال من غير المقبول لحكم أرجنتيني أن يحكم المباراة، وقال برونو فرنانديز أن يكون لديك حكم أرجنتيني ما زالت بلاده موجودة في البطولة، إنه أمر غريب جدا. والصحفي الموثوق فابريزو رومانو من المتوقع أن يتم إقالة سانتوس من تدريب البرتغال. ياسين بونو أثار غضب الصحفيين لعدم رغبته بالرد إلا باللغة العربية، وقال ليست مشكلتي أنكم لا تتحدثون العربية ولم تحضروا مترجمين. وأصبح هاري كين الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا بالتساوي مع واين روني، وهذه ردة فعل مبابي على ركلة جزاء هاري كين الضائعة.